ولد الشعب يغني على الناس المقهوره، كلام الكرفة يمعني أبارد الكوره، بوركي هاد البلاد. يوسف مشجع فريق اتحاد طنجه، يعني بدا الحب ديالي هاد الفريق هذا سنوات قديمه، يعني كنا كنعيشوها مع الوالدين ديالنا، كانوا كيديونا ملعب مرشان الشرفي، وبدا العشق ديالي. نقول لك اول مره يعني تفرجت اتحاد طنجه كانت 2007، مباراه ديال اولمبيك خريبكا اللي سالات بواحد من واحد، وللاسف عودنا الدوزيام سيري ديك العام. كانت يعني اول مباراه عشتها في حياتي يعني في وسط كامبو، يعني اول مره ندخل الملعب كانت 2007. تما بدا العشق ديالي كيزيد شويه بشويه شويه بشويه، تا ولينا كنسافروا معاهم كنخرجوا، ما خلينا مدينه ما وصلنا لا شي مع الفريق هذا. المهم الحمد لله عشنا واحد التجربات بزاف، تعرفنا على بنادم بزاف، يعني استفدنا من كره القدم بزاف د الحاجات. و شي ليك يعني اول مره سمعت ديك الاغنيه كان واحد عندي الكلمات بحال نقول لك قاسوني في الدس ديالي، كنعيشهم يعني حياتي الشخصيه ديالي في حالي في حي اي ولد الشعب، فهمتي؟ من الاخر الحمد تشوكت، فهمتي؟ يعني الحمد ديالي كتشوك ملي كنسمع ديك الاغاني بحال هكاك. معكم عبد الكريم ملقب بكريمو 26 سنة. أغنية ولد الشعب يغني، ملي سمعتها حسيت بداكشي اللي عشتو، فهمتيني؟ حسيت بداكشي اللي عشتو وداكشي اللي كنعيشوه دابا، عزينا كتشوف خوتنا كيموتوا في البحر وبزاف الحاجات. أنا قلت لك الناس علاش كتمشي تحرق وداكشي اللي واقع في البلاد. كلمة اللي قاسوني يعني أول حاجة هي بيردونا يا يما، ماشي فهمتي؟ ماشي بخاطر، هذه أول حاجة هي الوالدين. ثاني حاجة نهضرو عليها هي كلمة ديال ولا خوات لا كورفا، ولادك فهمتي كلشي في الغرب، يعني هذه حاجة كنعيشوها، يعني شحال من واحد كان معانا كيعيش معانا، فهمتي؟ يعني ميطاليتا و 90 دقيقة كيعيشها معانا، يعني جابتها قدارو، فهمتيني؟ مشى ديار اوروبيه يكمل العيشه ديالو تما. من هاد المنبر كنقول يا ربي سهل عليهم واحد واحد. وكلمه اللي قاستني بزاف انايا يعني شهاده هي خدمه فينيه، يعني مشكل كيعيشو الشباب اليوم كله، يعني ولاد الشعب بالخصوص. تلقى انسان عنده شهادات وكذا بزاف الحاجات وما ما جابهاش في المخدم. اما اغنيه ديال هادي بلاد الحقره، هذيك واحد اغنيه اللي يعني فهمتيني سبيسيال بوحديتها، اللي الحمد لله وصلت لواحد فهمتيني وصلت لواحد النيفو اللي عالمي، يعني جميع قنوات ديال العالم كاملين شاركوها وشرحوها بجميع اللغات تقريبا. اش غنقول لك، هذه واحد اغنيه يعني كتقيس الشعب كامل، يعني بخصوص يعني بحال نقول لك شعب كامل، طنجة كاملة، كازا كاملة، المغرب كامل، يعني هذه بلاد الحقرة ودموعنا فيها سالو، العيشة فيها مرة، ما كذبوش اللي قالوا، فهمتيني؟ يعني سينا عرفت، يعني بالنسبة لي تسمع لي بارول يعني تفهم كل شيء، يعني أي حاجة غادي تفهمها نورمال. كتعني لي الحياة ديال واحد الشاب كيعيش ستيل اولتراس في المغرب وكيطي
هل غادي نقول لك الحب ديالو يمشي للغربه، الحب يديبلاسي خدمه، فلوس والو ما كاينينش، بنادم كيدبر باش يديبلاسي، وبزاف الحاجات ومشكل هادشي هذا من المسؤولين ماشي منا حنايا، حنايا كنضحيو وكنعملوا اي حاجه باش نوصلوا، وهما ما واقفينش معنا حيت الانسانيه ما كايناش في هاد البلاد. دابا من تكيم مثل ديالي نخرج نبيع ونشري في الارض غيجي المخزن وغادي يجري عليا، ما يقدرش يعطيني بلاصه تساعطيه سيكري لك، فهمتيني؟ يعني بحال نقول لك تعالج مشاكل ديال الشعب، مشاكل ديال الاسر، فهمتيني؟ بزاف د الحاجات يعني كتلقى بنادم يعني بزاف د الحوايج كي ما كيشبرش فيهم راحه ديالهم، يعني كاين الفساد بزاف د الحاجات، كاين فساد يعني فساد رياضي، كاين فساد في الطب، فهمتيني؟ في التربيه والتعليم، في اي حاجه يعني كيف يعني يجبروك يعيشوا. بحال دابا كيقول لك يا عمري سمحي لي خاتوما غير بيئيه، يعني باسطة بلاش تبكي لي، فهمتيني؟ يعني بنادم كيفكر شي حاجه اوروبا يعني قوريه اللي نبغيها، ندخلها في ديني، فهمت؟ ندخلها في ديني وعلى يدي ربي، يعني شو بنادم على يعني واخا يعني واخا انسان يقدر يهاجر يمشي شي بلاد يعني ما الدين ديالو ما يسمحش فيه. الحمد لله ديك هي الحاجه الوحيده اللي الحمد لله خلقنا في هذه الارض هذه مسلمين، الحمد لله. رسالة جمهور طنجة كنقول له باللي يزيد يتآزر مع بعضه ويتجمع مع بعضه، حنايا كاملين عائلة وحدة فاميليا وحدة، وكنشكر ألترا إير كوليس على هاد الأغاني اللي قدمت لنا في واحد الصورة مزيانة الحمد لله. نتمنى هاد إنجاز هاد الأغاني تبقى ماشية فهاد الرسم هذا مزيان عالي. وهاد الأغنية هادي الشباب اللي ما خدامين ما والو، اللي عند الدبلومات ديالها وكخصها تمشي تحرق قلنا لا برا تخدم، وحنايا بغينا الانسانيه ما بغيناش حقنا، عليها الناس كيموتوا في البحر.